بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنحييكم وكنحيي هذا المنبر الاعلامي وكنحيي كل المتسبعين ديالو ولا كل المشرفين ديالو كذلك. وكنقول دائما للمغاربه شهر مبارك عظيم، نسال الله سبحانه وتعالى انه يدخل بالصحه والسلامه على الجميع وخصوصا مرضى السرطان. مرضى السرطان كما تعلمون الذين شفوا، انا مازال نتكلمش على الان اللي باقين تحت العلاج الكيميائي وباقين تحت من العلاج الاشعاعي، هادو لا اتكلم عنهم لانهم عندهم بروتوكول خاص ماشيين فيه، فمن الاحسن انهم يتبعوا البروتوكول ديالهم. كاينين بعض النوع ديال التغذيه اللي غتساعدهم في رفع من كفاءه المناعه ديالهم، لانه ان فوق طيح المناعه ما يمكنش مساكن يستمروا في علاج في العلاج الكيميائي. اذا باش ما طيحش ليهم المناعه وباش ما يمشيوش في ذاك الاطار ديال انهم قدر الله وما شاء فعل راه زينا يدينا ما قعدنا ما نديرو لك، فاحسن حاجه هو الابتعاد عن السكريات. انا كنصيحه ليا وتعاملت مع عدد كبير من الناس اللي عندهم سرطان وفيهم ما نشوفه وفيهم اللي ما جابش الله الشفاء، فما تنقولوش الكمال وانما كمال الله سبحانه وتعالى. عدد كبير منهم تشافوا بعد ما تبعوا واحد نظام غذائي وتحت تاثير، يعني ما كنقولوش باننا غنقطعوا لهم الكيميائي ونقول لهم اجيو ديروا النظام الغذائي، مادام انه دخل في النظام العلاجي ديال الكيميائي فلازم الاستمرار فيه حتى النهايه. وباش كما قلنا ما تطيحش المناعه، فانصح انه يبتعد عن السكريات، وهي احسن شيء انه يتبع نظام تحت العصائر اللي كنسميه عصائر الكلوروفيل. عصير الكلوروفيل شنو هو؟ عصير الكلوروفيل هو داك اليخضور، الماده اللي خضراء اللي موجوده في الاوراق اللي هي تعتبر من أروع مضادات الأكسدة واللي كتحفز وكتساعد المناعة في ما نسميها تقوية المناعة، وكذلك تحفيز تلك الخلايا اللاهمة والبالعة ديال السرطانات كأنها تبدأ تنشط. إذا عصير الخضر الورقية، ملي تنقول خضر ورقية كنتكلم على الزبينار، كنتكلم على الخص، كنتكلم على الوراق ديال الخيزو، كنتكلم على الوراق ديال الباربه، كنتكلم على الوراق ديال اللفت. هادو كلهم دوك الوراق الخضرين كيتغسلوا مزيان وكيداروا بلا سونتريفيجوز وكيتشرب داك العصير ديالهم، لان ماده الكلوروفيل اللي فيهم كتعاون مرضى السرطان في علاج في التجاوب مع العلاج الكيميائي. الان الفاز الثاني اللي هما ناس مساكن كملوا الحصص ديالهم بعد ما خداو الحصص الشامله الكامله، دابا الان هما ستريتمون مراقبه، كما تنقولوا مراقبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا تصحوا، اللي في الكيميائي واللي في هذا ما عندي عليه حديث ولا اتكلم عنه من حيث الصيام، داك الطبيب ديالو هو اللي تيقول له واش يصوم ولا ما يصومش. لكن الناس اللي هما تشافوا وهما باقين تحت من التاثير، اي ما تنقولوا في فتره نقاهه، فالصيام يعتبر من اقوى مرافعات كفاءه المناعه. الصيام يعتبر لاهم، لان الجسم انا ذاك مني تيجوع خصنا نفهموا هذا السيناريو اللي كيوقع. حنا مني تنجوعوا الجسم كيخدم بطاقه، كيقلب على منين يجيب ديك الطاقه، كيقلب على اي حاجه زايده في الداخل ديالو. اذا اي شيء زايد في الداخل ديالنا الا ويلتهمه هذا يلتهمه الجسم اجل اعطاء طاقه لك كحركه. و الدكتور إغني جويو هذا بروفيسور في فرنسا وكونسيغو، تحول من علاج الكيميائي الى علاج طبيعي بالاعشاب الطبيعيه للامراض السرطانيه. كان يقترح ويقترح دائما بانه الورم او السرطان يستأصل اولا ثم بعده يدخل المريض في النظام الغذائي المرتبط بماذا؟ بالالياف النباتيه الغير المذابه، وكذلك المضادات الاكسده المتواجده في ذلك العصائر الموجوده، اما في الفواكه واما موجوده في الورق الخضري في الاوراق الخضر او حتى في الخضر الطازجه. كتعرفي شنو المشكل عندنا استاذتي وخصهم يعرفوها حتى المغاربه؟ مشكلتنا حنا في المغرب هو اننا كنطيبوا الخضره. مشكلتنا في المغرب هو اننا كنهريوا الخضره. السلام عليكم. ملي كطيب ديك الخضره لا انزيمات بقات فيها
لا فيتامينات بقات فيها، لان كاين واحد 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 درجه حراره اللي كتصبر فيها واحد النوع من الفيتامينات، وكاين واحد النوع ديال الفيتامينات لا يمكن قطعا انها تصبر درجه الحراره. اذا حنا في المغرب الطاجين كيبقى كيتطبخ حتى كيولي كحل من التحت، اذا نرفعنا من نسبه الكربون فيه، وبالتالي نرفعنا من نسبه الجذور الحره في هذاك الطويجين اللي كناكلوه. وملي تناكلوا داك الطويجين اللي غارق بالكربونات او غارق بهاد الجذور الحره، اش توقع؟ توقع اننا تنمشيو كيبقى غادي وكيرتفع هذاك المشكل ديال التسمم اللي كيقدر يضعف لنا المناعه ويعاود يبان عندنا السرطان مره اخرى. اذا انا تنصح الناس ديال السرطان انهم يصوموا، ثم انهم في الماكله ديالهم قد ما كانت الماكله ديال الخضر تكون نصف مطبوخه يكون احسن، وقد ما شربوا عصائر ديال الورق ديال الخضر يكون اروع ويكون افضل. هنا غادي نكون النتائج جد ممتازه، ومناعتهم تكون اكثر دقه اكثر قوه. وحاجه اخرى اللي انصح بها مرضى السرطان اللي تشافوا، غادي ننصحهم بوجبه البيض. البيض مهم، خصوصا البيض البلدي، فهو مهم جدا 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 من اجل تجديد خلايا الجسم تاعنا. فكونوا ميقنين يقينا بان البيض ليس له اي اضرار جانبيه، عكس ما نسمع بانه كيدير الكوليسترول كيدير الدهون الثلاثيه. هذا اذا فصل الصفار عن البياض فقد يسبب مشاكل، لكن اذا تكلى البيض بنصف طبخه نصف طبخه فكونوا ميقنين انه يرفع من يعني قدره الجسم في تجديد خلاياه واعطاء الكولاجين اللي هو مهم بالنسبه لانتاج خلايا جديده باذن الله تعالى. اذا هذو الناس ديال اللي كما قلنا انهم تشافوا من سرطان وهم في بروتوكول علاجي عباره عن عقاقير او بعض الخلطات العشبيه. طيب بالنسبه لي انا هادو الناس دائما انا تنقول جميع الاصحاء ولا المرضى راه السكر غير صالح لجسمنا. تنتكلم على السكر المصنع ولا اتكلم عن السكر الطبيعي؟ اتكلم عن السكر المصنع ولا اتكلم عن السكر الطبيعي؟ لكن مرضى السرطان اللي كما قلنا تشافى، فانا افضل على حساب مجموعه من الدراسات والابحاث العلميه تبتات على انه السكريات تزيد من 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 سرعه انتشار السرطان، فلذلك انهم يوقفوا السكر افضل واحسن. اللحوم الحمراء اذا لم نتجاوز مقدار 200 غرام في الوجبه فغادي يكون احسن ويكون اروع مع اضرار جانبيه. يكون بعيد عليها السكريات وقريب منها شويه ديال البروتين شويه ديال الدهون، وكذلك عصائر الاوراق والخضره تكون نصف مطبوخه، وكونوا على يقين بان النتائج غادي تشوفوها نتائج ممتازه.